صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل فعل معصية نعم رجل فعل معصية نعم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود إليها، ولكنه بعد فترة رجع إلى هذه المعصية، ثم عاهد الله مرة أخرى أن لا يرجع إليها ورجع، فهل يلزمه شيء وماذا عليه؟ يلزمه التوبة، كل ما عاد يتوب، ويلزمه مع ذلك كفارة، لأن العهد يمين، فهو حلف أنه ما يعود ونقض يمينه، فيلزمه التوبة والكفارة. نعم.